عبد الحي بن نيس مواطن مغربي بسيط من مواليد مدينة فاس سنة 1952. زاديت وسط أسرة متوسطة الحال وتربيت عند أسرة أخرى كانوا ما كيولدوش. مشيو مباشرة للدراسة، الدراسة كان ما وفقنيش الله فيها نهائيا، ما كنتش كنفرق ما بين الزروطة كي كيقولوا والو. جلست حتى وصلت للبيت الرابع، وكل قسم كنت كنجلس فيه عامين ثلاث سنين، بمعنى ما كانتش نتيجة من الدراسة. جلست رجعت للأسرة ديالي الأصلية، كنشتغل مع الأب ديالي في حرفة الخرزة، وليت شاب، وليت كندير مسرح في حزب الاستقلال بحكم كان الأخ ديالي أسس واحد الفرقة مسرحية في حزب الاستقلال في مدينة فاس، بديت كنمارس المسرح فيها. هاجرت للدار البيضاء، جيت لهنايا شاب، شفت واحد الأسرة نتأهل منها، يعني ضربنا الصداق كيقولوا، آخرين كان العرس مازال. الأخت ديال هذيك الزوجة ديالي الأولى الله يرحمها كانت في حزب الاستقلال، ودوات مع المدير العام ديال حزب الاستقلال الله يرحمه السي محمد بن شقرون. قالت له واحد الرجل اختي اش كاين؟ قال لها شنو هي الشواهد اللي عنده؟ قالت له ودي ما عندوش شواهد اللي كاين. استضفني قال لي عندك اختيار، اما تمشي تخدم في وزاره السكنه، كان ديك الساعه عباس الفاسي وزير السكنه في الحكومه ديال 77، او تخدم في البرلمان. هذه الكلمه البرلمان جاتني شي حاجه كبيره، في حاجة كبيرة هي هذه. كلش البرلمان في اكتوبر 77 في إدارة الفريق الاستقلالي، كانوا أربعة الفرق في ذاك اللحظة هما اللي كاينين، الأحرار والفريق الاستقلالي والحركة الشعبية والمعارضة الاتحادية، وكنت أنا أول موظف اللي دخلت للفريق، طبعا على يدي تبنة الإدارة من بعد عجل الكاتبة عجل المحرر عجل رئيس مصلحة، لأن كانوا أربعة الموظفين عند كل فريق، رئيس مصلحة محرر كاتبة وعون خدمة شاوش اللي هو أنايا. ولكن أنا كنت فرحان كأنني ما عرفتش شكون أنايا. اشتغلت بواحد الشيء اللي يعني الحمد لله اللي كيشهدوا لي به العديد ديال سميتو، بواحد التفاني وواحد الشكل غريب، لدرجة أنه وليت إلا كانت الجلسة في الجلسة في القاعة الكبرى وكيكون شي نقاش حول حاجة معينة، وتنعرف شنو هو الشيء اللي غادي يفصل في ذاك القضية، وكنمشي كنجري للخزانة ونبحث على النص ونعطيه للعون اللي مسموح له يدخل القاعة، ونصيفط هذا السي محمد الوفا الله يرحمه أو السي عبد الكريم غلاب الله يرحمه اللي كان رئيس فريق، وكتجيهم قداش هذاك كيشوفوا فيا ويديروا لي إشارة النصر وأنا كنزيد نفتخر. أكثر من هذا مثلا كان في كيكون تصويت على شي نص معين وكيكون الأمين تيزيد الأغلبية وتنقص المعارضة، بحال دابا كيقول الموافقون كيقول 117 وهما أنا حاسب كنلقى غير شي 86، وكنعمل ورقه ونصيفطها كذلك للوفاء او السعد المغلب، وكنقول لهم راه الحقيقه ها اللي كاين ها اللي كاين، وكتعمل نقطه نظام. فكنت كنحسب راسي انني برلماني ضمن الفريق اللي كان 50، وكتبقات القضيه الى جاتني فكره ديال التوثيق، وبديت كنوثق ووثقت اكثر من 100 عمل، لدرجه انه عملت موقف الفريق الاستقلالي من قضيه الوحدات الترابيه اللي السي عبد الوهاب المنصور الله يرحمه كان مؤرخ الملكه ومدير مديريه الوثائق الملكيه، وصبت رساله لرئيس مجلس النواب تيقول له تزودنا بثلاثه النسخ من هاد والمسيره طويله. الى ان انا حيت ما عنديش حتى الشهاده الابتدائيه، الاداره يعني فيها اللي بالبكالوريا راه عنده السلم 8، اللي بالاجازه عنده كذا، اللي بلا عنده لا ليسونس او الدكتوراه، وهي غاديه كياخذ مناصب على حد او جالس من ثالث ثانوي عنده كاتب الى اخره. انا ما عندي حتى شهاده، فالوضعيه اللي كانت عندي وضعيه عون خدمه هي سلم واحد ادنى سلم في الرتبه.